تفضلي معنا إلى المنصة ليتم تسليمك أنت الأخرى شهادة الاستفادة من السكن. سيدة الباحثة حدا أرملت تظاهر. أكيد سيدة هنا لا تحدث ثقتكم. عملية المراقبة في كل السياق السكنية في مختلف المناطق مستمرة بطرف السلطات المحلية. نتطلب هذه الصورة المعبرة حتى يشهد هؤلاء الأبناء فرحتهم مع أوليائهم في السكن المحترم، السكن الطيب المهدى أو الممنوع من طرف السلطات المحلية. مرة أخراكم حاضرين معنا، أنا في عملية توزيع تقريبا 192 سكن اجتماعي لفائدة المواطنين بلدية العفون وحمام الوان. استفادوا اليوم من هذه السكنات اللي كانت متوقفة عندها تقريبا 3 سنين، بعد إتمام الأشغال قلنا نسكنهم إن شاء الله من قبل سيدنا رمضان باش تكون فرحة مزدوجة، فرحة الإسكان وفرحة قدوم سيدنا رمضان. إن شاء الله نتمنى لهم يصوموا بصحة ولهنا. كذلك نغتنم هذه الفرصة هذه باش نوجه بلاغ السكان ولاية البليدة أن ما زلنا في عملية توزيع إن شاء الله رانا جايين لها في بلدية بوفريك، بلدية البليدة، إن شاء الله بلدية بوغارة. يعني خلال هذه الأيام القليلة القادمة إن شاء الله وفي شهر سيدنا رمضان هذا نوزعوا هذه السكنات هذو أقصى تقدير بعد سيدنا رمضان مباشرة. يعني تقريبا نوزعوا تقريبا واحد الحصة تاع 1000 سكن هذا، وهذا بالإضافة إلى أننا انطلقنا في الأشغال تاع السكنات التساهمية التلقوي التساهمية للبيار لمختلف الحصص اللي إن شاء الله راهي كاين اللي بدات راهي بدات تخرج من الأرض. كذلك عندنا سكنات اجتماعية اللي راهي تقريبا بمختلف نسب 40-50%، نستناو ان شاء الله باش نستلموها باش نوزعوها مباشرة على المواطنين. سنة 2024 ان شاء الله راح تكون سنة الإسكان. السلام عليكم، جزاكم الله خير. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.